أخبار اليوم. نتعرف بحضرتك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور علاء الغمراوي، مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب بوزارة الصحة. حياتك أو يعني طوال عملك كان فيها دكتور؟ أنا استشاري قلب أساسا في مركز قلب المحلة، والفترة في سنة 1998 وجدنا أن عمليات القلب المفتوح بسبب روماتيزم القلب أو الحمى الرمزمية كانت بتمثل 60% من إجمالي عمليات القلب. عشان كده احنا فكرنا ان احنا نعمل برنامج للوقاية والتحكم في روماتيزم القلب، وان احنا نوصل في النهاية الى كانت رؤيتنا ان تكون مصر خالية بإذن الله من روماتيزم القلب. نقدر نقول الفكرة بدأت من كثرة عدد عمليات القلب او مضاعفات اللي كانت موجودة ومعاناة الأطفال والشباب من هذا المرض الذي يدمر صمامات القلب، والذي ينتج عنه عمليات قلب مفتوح تكلف الدولة. عملنا إحصائية كده، لقينا أن الدولة هتتكلف في خلال السنوات اللي جاية 6 مليار جنيه للصرف على مضاعفات هذا المرض. فتقدمنا بمبادرة صغيرة جدا ساعدنا فيها المجتمع المدني ورجال الأعمال في مدينة المحلة الكبرى، واهتمت بذلك بهذه المبادرة منظمة الصحة العالمية اللي دعمتنا بالأجهزة اللي موجودة هنا دلوقتي. يعني عندنا جهازين موجات صوتية للقلب، الحمد لله كانت إهداء من منظمة الصحة العالمية نظرا لاقتناعها بأهمية هذا البرنامج، وإن هذا البرنامج إن شاء الله تعالى له دور كبير جدا في الوقاية والتحكم في الحمى الرمزمية وروماتيزم القلب. البداية دي كانت زي ما قلنا زارنا هنا مدير منظمة الصحة العالمية بنفسه دكتور زهير حلاج سنة 2004، وبعد الزيارة دي قرر إبرام بروتوكول تعاون ما بين منظمة الصحة العالمية وما بين وزارة الصحة، وبدأنا في إنشاء أول مركز لروماتيزم القلب، وكان في المكان اللي انتوا حاضرين فيه دلوقتي في مدينة المحلة الكبرى. ومن مدينة المحلة الكبرى بدأنا يحصل امتداد للبرنامج في باقي مدن محافظة الغربية بدعم من وزارة الصحة ومحافظة الغربية ورجال الأعمال والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية. بعد كده حصل امتداد للبرنامج في محافظات أخرى في مصر، فروحنا لحد العريش، عملنا وحدة للبرنامج في العريش وسوهاج، ودي كانت أول محافظتين بعد الغربية. بعد كده امتد للبرنامج إلى الدقهلية، وعملنا مركز لروماتيزم القلب في الإسماعيلية، والحمد لله في فترة الأستاذ الدكتور عادل العدوي وزير الصحة وبدعم من معاليه ومتابعة مستمرة تم امتداد البرنامج لعشر محافظات. وبرضو خبر صار لمرضى الحمى الرمزمية موافقة معالي وزير الصحة على إنشاء 27 مركز لروماتيزم القلب يغطوا كل أنحاء مصر. هذه التكلفة بميزانية قدرها 10 ملايين جنيه، والحمد لله في دعم شخصي من معالي وفي تكامل للخدمة الطبية والصحية للبرنامج وللمرضى روماتيزم القلب في أقسام الوزارة المختلفة، سواء كان طب علاجي أو أقسام التدريب لتدريب الأطباء أو التثقيف الصحي لتوعية المواطنين. والحمد لله دلوقتي بقى في البرنامج أسمر عن منسق، الحمد لله في منسق للبرنامج في كل محافظة في مصر. المنسقين دلوقتي قايمين بدورهم على أساس إنشاء المراكز، ومش 27 مركز في كل محافظة، لا
ده إن شاء الله تعالى امتداد المراكز لجميع الإدارات الصحية في مصر الحمد لله. دكتور نقدر نقول ان انطلاق القضاء على الحمى الروماتيزمية من المحلة وده المركز الرئيسي في المحلة، هل كل المراكز اللي هي يعني او بتنشئوها في المحافظات الاخرى فيها نفس التجهيزات ونفس الامكانيات؟ الحمد لله موافقة معالي الوزير ان احنا ننشئ 27 مركز زي نموذج المحلة بالضبط، والحمد لله كمان احنا على المستوى ده على المستوى القومي، اما على المستوى الدولي فقد رشحتنا الورلد هارت فيدريشن اللي هي المجلس العالمي للقلب بتطبيق نفس النموذج بتاع المحله الى في دول افريقيه زي السودان وزي اثيوبيا، والحمد لله احنا كنا لسه حاضرين تكريم منظمه الصحه العالميه بجنيف في سويسرا في 21 مايو للجهود المبذوله في الوقاية من روماتيزم القلب وإنشاء مراكز روماتيزم القلب في مصر، والحمد لله التكريم دوت وجد صدى عالمي وتمت الإشادة به هناك في جنيف وتمت المطالبة بتطبيقه في دول أخرى من دول العالم التي تعاني من الحمى الروماتيزمية وروماتيزم القلب. نعرف ان حضرتك في بدايه البرنامج عملت قوافل، كانت قوافل طبيه في تقريبا في معظم القرى التابعه لمركز المحله، ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهكم يا دكتور والخدمه يعني الايجابيه اللي تقدمت للاطفال؟ الحمد لله احنا عملنا لحد دلوقتي 91 قافله طبيه، القافله دي كان هدفها الاكتشاف المبكر للحمى الروماتيزميه وروماتيزم القلب، وصلنا لحد حلايب وشلاتين رحنا مرتين، وصلنا للعريش، وصلنا لأسوان، الأقصر، لسوهاج. القوافل دي كانت بتبقى على لطلبة المدارس؟ القوافل دي طلبة المدارس أحد المحاور ليها، لكننا اهتمينا أكتر بالعشوائيات، اهتمينا بالمتسربين من التعليم. احنا وجدنا أن الحمى الروماتيزمية وروماتيزم القلب وعمليات القلب المفتوح بتتم أكتر للمتسربين من التعليم الذين لا يجدون رعاية. احنا رحنا لحد للناس لحد أماكنهم ومعانا جهاز الإيكو اللي هي الموجات الصوتية للقلب الذي يقوم بالكشف السريع والكشف المبكر عن الحمى الروماتيزمية، وهناك اتجاه عالمي الآن بأن أن يكون الكشف بالموجات الصوتية هو أحد الدلائل المهمة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب. احنا استخدمنا هذا الجهاز من 2005، يعني من 10 سنين سبقنا الحمد لله العالم كله في المناداة أن يكون هناك جهاز يقدم الخدمة الطبية، والحمد لله بتقدمه مصر بالمجان تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور عادل عدوي. بنوصل لحد الناس في العشوائيات، في العزف، في النجوع. الحمد لله 91 قافلة غطت أماكن كتير في مصر، وهناك برنامج باستمرار هذه القوافل، وإن البرنامج ما ينطلقش بس من المحلة، لأن دلوقتي بقى كل المحافظات مصر الحمد لله حتى الوادي الجديد وأسوان وجنوب سيناء وشمال سيناء كويس، هناك برنامج عندهم للقوافل الطبية، هناك برنامج لتدريب الأطباء، هناك برنامج لتوعية القيادات المجتمع والأهالي بكل مدن مصر، وهناك كانت حملة انطلقت في 31 مايو أي من حوالي 10 أيام كحملة قومية على مستوى مصر، وإحنا إن شاء الله بكرة إحنا في دمياط عشان خاطر نكمل المشوار وإن يحصل في تكامل الخدمة مع البرنامج القومي لروماتيزم القلب فرع دمياط، وفي ندوة كبيرة جدا لتوعية الأهالي هناك وكشف مبكر للأطفال سواء كانوا أطفال المدارس أو المتسربين من التعليم. حضرتك ذكرت الدكتور عادل عدوي، هل الوزارة يعني أنشأت إدارة متخصصة إن هي تساعدك أو إن هي تقدر تغطي البرنامج ده يغطي الجمهورية؟ وحضرتك بتقول لي كمان إن هو يعني الدول الإفريقية كمان. الحمد لله فكر الدكتور عادل عدوي في الجانب الوقائي كان فكر متقدم جدا، الراجل حاطط منظومة الحمد لله معاليه منظومة صحية متكاملة للقضاء على الأمراض، وأنشأ وحدة للأمراض غير المعدية يتبعها برنامج القومي للروماتيزم القلب، وهذه الوحدة زي ما قلت لحضرتك تم رصد 10 مليون جنيه ليها على أساس إن نوفر بيها أجهزة، يعني الحمد لله تم شراء بننتهي من التوريد
60 جهاز موجات صوتية للقلب، وده يعتبر أول مرة إنجاز طبي هائل لتقديم الخدمة الوقائية قبل حدوث الأمراض. كويس، وهذا فكر جديد لوزارة الصحة يتبناه الأستاذ الدكتور عادل عدو. حضرتك تقريبا راجع من جنيف في خلال اسبوع، واستلمت جائزة عالمية من منظمة الصحة العالمية، وقلت لي قبل كده ان دولة الكويت بترعى البرنامج، فيعني احنا عايزين نحكي عن الدولة. هو الحمد لله الجائزة ديت كانت في مجال تعزيز الصحة. هذه الجائزة تقدم لمؤسسة او شخص او اشخاص بيقوموا بعمل طبي أو صحي يخدم دولة ما في النطاق الصحي ويؤدي إلى تعزيز الصحة في هذه الدولة، ويقدم خدمة طبية حقيقية تغير من المفهوم أو طبيعة الأمراض وتؤدي إلى تحسينها. فالحمد لله منظمة الصحة العالمية وجدت أن برنامج الروماتيزم القلب قام بالدور المنوط به، وحقق الحمد لله حدث تراجع في عمليات القلب المفتوح بسبب روماتيزم القلب من حوالي 12 سنة للنهاردة كانت 60%، النهاردة وصلنا لنسبة عمليات القلب المفتوح بسبب روماتيزم القلب إلى 30%، وهذا إنجاز. إحنا وزارة الصحة حاطين خطة إن شاء الله تعالى للقضاء على هذا المرض تماما بحلول سنة 2020. أكلمنا يا دكتور علاء على الخطة المستقبلية لبرنامج روماتيزم القلب. احنا الحمد لله الخطه المستقبليه لينا او الخطه اللي احنا وضعينها دلوقتي ان شاء الله تعالى هيبقى في تعاون مع الاستاذ الدكتور مجدي يعقوب. انا قابلته، والدكتور مجدي بنفسه مهتم بالبرنامج، وان شاء الله تعالى هنفتح مقر للبرنامج في اسوان في مركز الدكتور مجدي يعقوب هناك. واتفقنا ان احنا ان شاء الله تعالى في ابحاث هتبقى مهمه جدا لتغيير مسار البرنامج. احنا كنا حطينا سنة 2004 مع منظمة الصحة العالمية، الدكتور مجدي وعد ان هو ان يعمل دعم لهذه الابحاث ودعم عالمي بالاتفاق مع دول من في انجلترا ودول اخرى في على مستوى العالم في جنوب افريقيا، ان احنا يتم اكتشاف او تصنيع ان شاء الله تعالى فاكسين لمرض روماتيزم القلب. اذا تم فعلا إذا نجحت هذه الأبحاث في اكتشاف فاكسين للميكروب السبحي، كويس، إن شاء الله تعالى مش هيبقى فيه في مصر روماتيزم قلب خالص بإذن الله. ده الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، هناك اتفاق إن شاء الله تعالى وتمت الموافقة عليه من معالي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس برعاية البرنامج في منطقة القناة وسينا، كويس، وهو وافق على تقديم كل الدعم وإنشاء مراكز لروماتيزم القلب في هذه المناطق ورعاية والمساهمة في الأبحاث التي ستؤدي إلى اكتشاف فاكسين للميكروب السبحي، وإن شاء الله تعالى أن تكون مصر خالية من روماتيزم القلب. أنت بتعاني من إيه؟ روماتيزم في القلب. مين اللي وجهك للمركز؟ الوحدة الصحية اللي احنا تابعين ليه. طيب أنت بقالك قد إيه تقريبا بتعالج؟ من 6 سنين. احكي لي على مراحل العلاج اللي انا جيت ادوني الكارت ده من 2009 وكل سنه باجي اتابع. ابن انا يعني بيشتكي من رجله ومفاصله ودراعه ويقول لي ضربات قلب سريعه قوي يا ماما. بقالكوا قد ايه بتترددوا؟ لا ده اول مره. مين اللي حولك؟ هما قالوا لي في القصر عايزين إشاعة، يعني نكشف القصر العام، قال لي عايزين إشاعة دوكو هنا يعني للقلب، فجيت هنا أول مرة يعني. هما لما استقبلوك هنا طلبوا منك حاجة معينة؟ لا 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 خالص. لا أنا بتكلم يعني إيه الأوراق اللي قدمتيها ولا ما فيش؟ أنا قلت له بشتكي من ابني بيشتكي من كذا كذا، فقالوا لي ماشي تعالى نعمل له إشاعة هنا وكده. دخلت امبارح عملت شيت هنا وخدوا اسمه وقالوا تعالى بكرة. كل ده بيتم بالمجان ولا مجانا؟ طبعا مفيش حاجة. احنا متابعين هنا بقالنا 11 سنة. 11 سنة. يعني ايه التطورات بالنسبة للعلاج؟ يعني هي بيقول لك الحالة مستقرة يعني ما بتزيدش الحمد لله. هي كانت بتعاني من ايه يعني؟ حاجة ظاهرة قبل كده قدامها؟ هي رجليها وبتعمل فترة مجهود يعني بيحصل نهجان،
فالمدرسة حولتنا على هنا واحنا بقالنا 11 سنة هنا. و هو يعني قال لي مع فترة الحقن والفضل ربنا والدكتور علاء بسم الله ما شاء الله والأبلة أميمة وكلهم هنا بصراحة نعمة الناس والله من غير أي حاجة خالص. خاصة يا أطفال منتدب المركز روماتيزم القلب. بقالك كم سنة؟ بقالي كم شهر يعني قعدت سنة تقريبا سنة اللي فات بالجديد حوالي سنة. نسبة الحالات المترددة عندك كل يوميا؟ يعني حوالي من يعني ساعات 25 لغاية 30 تقريبا المتوسط بتاع كل يوم متوسط 25-30 حالة يومية. 25-30 حالة. لا احنا عددنا كبير احنا عددنا حوالي 7 أو 8 دكاترة. 7 أو 8 دكاترة هنا في المركز. طيب نسبة تحسن بالنسبة للأول بالنسبة كام؟ لا هو المركز هنا أساسا يشتغل مش على التحسن على أنها بروفلاكتيك يعني بتمنع حدوث المرض دي أحسن يعني أنا وقائي أحسن يعني أنا بقلل نسبة حدوث المرض ودي أحسن من أنا إن المرض يجي لي بالفعل. وكنا كمان حتى المرض لما بيجي بالفعل أنا بحسن نسبته يعني ما بخليش إن النسبة متوسطة أو شديدة لا أنا بخليها دايما في النسبة البسيطة بخلي نسبة التأثر في القلب نسبة بسيطة ما بخليهاش إنها توصل بفضل الله للدرجة المتوسطة أو الشديدة يعني محتاجش عمليات أو يحتاج تغيير صمام. والفترة اللي حضرتك قضيتها هنا في مشاكل معينة لا الحمد لله وما فيش حاجة على قد مثلا الجهاز ممكن يبوظ احنا عندنا جهاز بالفعل هنا جهاز كبير ومش شغال يعني ما فيش حاجة تانية ممكن الحمد لله يعني فيش مشاكل تانية ممكن تقابلنا يعني.